اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج بالميزان. والحلقه النهارده عن حقوق المستهلك، ازاي المستهلك يضمن حقوقه، وازاي وهو رايح يشتري اي سلعه او اي خدمه هيفكر الاول، طيب انا هختارها على اي معيار؟ هل في حاجه او ارشادات معينه بتوجهني وانا بختار السلعه دي؟ طب لو اشتريتها ولقيت فيها عيب من عيوب الصناعه هروح فين؟ هروح اللي اشتريت منه ولا هروح للشركه المصنعه؟ طبعا في هذا الصدد يعني بيشرفنا وحضور اثنين كبار من قامات التجاره في مصر، الاستاذ محمد عبد الغني صاحب ومدير شركه الامل للتوريدات وللاجهزه الكهربائيه، صح كده؟ اهلا وسهلا بحضرتك. والاستاذ محمد الامير مدير مبيعات شركه بساب، اهلا وسهلا بحضرتك، نورت البرنامج. اهلا وسهلا. في بدايه الحلقه استاذ محمد هنبدا بحضرتك لان انت تاجر، تمام؟ فحضرتك بتبقى حلقه الوصل ما بين المستهلك والمنتج، تمام؟ ايه المعيار اللي على اساسه وانا رايحه اشتري اي منتج؟ بختار المنتج، بقرر اخد الماركه دي على اساس ايه؟ من حيث الارشادات، من حيث بطاقه الضمان او شهاده الضمان، لو في مرتجع، لو لقيت الجهاز فيه حاجه مش شغاله اقدر ارجعه ازاي، واتعامل مع حضرتك ازاي وقتها؟ اتفضل. بصي يا فندم، هو دلوقتي بس ما يعني انا مستهلك او انا عميل عايز اشتري منتج جهاز اجهزه كهربائيه، يعني اول حاجه بدور على المنتج اللي هو بيكون خدمه ما بعد البيع بتدعمه. يعني ايه خدمه ما بعد البيع؟ يعني الجهاز مثلا دلوقتي حصل فيه مشكله، فالمفروض ان انا برجع للشركه المصنعه، الشركه المصنعه دي بتوفر لي خدمه الصيانه، بتوفر لي قطع الغيار تكون متوفره. دي طبعا بالنسبه، دي اهم نقطه بالنسبه للمنتج الاجهزه الكهربائيه. في حقوق طبعا بتبقى يعني العميل المفروض، او ارشادات للعميل المفروض ان هو الاول بيتبعها قبل ما بيشتري المنتج. اول حاجه طبعا لازم يروح المكان اللي هو هيدي له فاتوره ضريبيه علشان تضمن حقه، سواء في استبدال او استرجاع المنتج. يعني اول حاجه يسال عنها، انتوا بتدوا فاتوره ضريبيه؟ فاتوره ضريبيه. لو قال لي تمام يبقى خلاص، يعني دي اول خطوه. تمام، دي اهم خطوه. تاني خطوه المفروض ان هو بيفحص المنتج علشان يتاكد من خلو المنتج من اي عيب ظاهري موجود. يعني مثلا بيشتري مثلا ثلاجه، بيشتري دي فريزر، بيشتري كده، المفروض ان هو بيتفرج على المنتج. طب انا ممكن افحص المنتج ظاهريا ويطلع زي الفل، بس اروح اشغلها ما تشتغلش؟ مفيش مشكله، كده كده اقدر ارجعها عادي. يعني بتقدري ترجعي المنتج. التعامل وقتها بقى هيبقى مع حضرتك ولا مع الشركه المنتجه، ولا هيبقى التعامل فين؟ لا، التعامل معي انا، مع حضرتك. في مده معينه بتبقى مع التاجر. يعني انا دلوقتي مثلا حضرتك اشتريتي مثلا دي فريزر، طيب. دي فريزر ده طبعا ما بيتجربش عند التاجر، بيتجرب لازم في منزل المستهلك. ليه؟ علشان خاطر حاجه مثلا زي التبريد عامه، لازم يعني التبريد لما بيتنقل من المخزن للمعرض بيتحصل طبعا حركه للفريون والحاجات دي، فلازم الديب فريزر او الثلاجه او حاجه التبريد تشتغل بعد 8 ساعات من النقل. فطبعا العميل احنا مش هنجرب له الحاجه عندنا، او مثلا بوتاجاز مش هينفع يجرب عندنا، احنا ما عندناش غاز نجربه له. فطبعا هو بيجرب المنتج دوت، بيجربه في المنزل عنده. طبعا لما بيجربه في المنزل عنده، افرض بيجرب المنتج ما اشتغلش، بيقدر يرجع للتاجر في خلال بيرجع طبعا للتاجر على طول في وقتها، يعني بيرجع المنتج وبديله منتج تاني غيره. طيب في الحاله دي لو طلع العيب عيب من عيوب الصناعه، هو مش عيب ظاهري وانا شغلت فموتور مثلا محروق او حاجه، تمام، في الحاله دي برضو دي مسؤوليه حضرتك ولا الشركه اللي انتجت الجهاز؟ لا، هي دي مسؤوليتي انا في خلال المده الاولانيه اللي هي ال 14 يوم. العميل عامه بتبقى المده بتبتدي ازاي؟ من يوم 1 ليوم 14 دي بتبقى العميل ممكن يرجع المنتج حتى لو ما فيهوش اي، يعني بدون ابداء اي اسباب، بس اهم حاجه ما يكونش استخدم المنتج او ما يكونش التغليف بتاعه حصل فيه تلف. بعد ال 14 يوم، يعني في خلال 14 يوم ممكن يرجعها سواء في عيب صناعه او ما فيهوش. بعد ال 14 يوم على لحد 30 يوم لازم يكون في عيب صناعه، انا باخد المنتج من العميل وبدي له منتج غيره او بس ارجع له الفلوس بتاعته. بعد ال 30 يوم بتبدا المسؤوليه، بتبقى مسؤوليه الشركه المصنعه او المنتج على حسب الضمان. يعني الضمان بيبتدي يعتبر معاه من بعد المده اللي هي القانونيه الخاصه بالتاجر. طيب وصلنا بقى للنقطه اللي هنتكلم فيها استاذ محمد الامير، اهلا وسهلا حضرتك. اهلا وسهلا. مين هي بقى شركه بساب؟ شركه تريدكو
هي شركة تريدكو ولا بس تريدكو للصناعات الهندسية، هي الشركة الأم متواجدة في السوق المصري من الثمانينات، يندرج تحت منها عدة مصانع، مصانع مغذية للسيارات ومصنع الأجهزة المنزلية بسب. ده مصنع اشتغل في مصر من 99، لكن كان الاتجاه الكلي لسوق التصدير، 80% كان من إنتاجنا تصدير. لكن لظروف حاليا طبعا في اتجاه للسوق المحلي. بس الانتاج مصري 100% ولا مصري؟ هو كله تصنيع في المصنع طبعا، في خامات طب مستورده. يعني بيصنعوا في مصر وبيصدروا بره في محمد احنا اولى يعني ماشي كده. هو طبعا السوق هو اللي كان بيتطلب علينا كده، واحنا كان لنا هدف طبعا للمنتج بتاعنا انه طبعا يغزو الاسواق العالميه. فبعد طبعا بعد 2012 الظروف السياسيه لبعض الدول بدانا نتجه للسوق المصري. طبعا الحمد لله بدانا نضاعف الانتاج ثلاث اضعاف، يعني السوق المصري طبعا سوق واعد لاي شركه. بدانا ندخل السوق. عندنا منتجاتكم ايه؟ ديب فريزر، ثلاجه، سخان، اجهزه كهربائيه. اجهزه كهربائيه تمام. تمام. طيب دلوقتي لما التاجر بيجيب لحضرتك المرتجع، في شيء العميل اخده وطلع فيه عيب من عيوب الصناعه وراح رجعه له، فهو قبله عشان هو في المده اللي جهاز حمايه المستهلك اتكلم عنها 14 يوم تمام، او لو هو عيب من عيوب الصناعه يبقى معايا لحد 30 يوم. حضرتك بقى بتاخد بتقبل المرتجع ده من التاجر ولا بتصينه ولا بتبعت حد يقول لي افحص الاول؟ لان في شركات كتير بصراحه بتعمل مشاكل مع العملاء ومع التجار من هذا المنطلق. لا احنا الحمد لله متميزين بموضوع ان احنا التاجر هو حلقه الوصل ما بيننا وما بين المستهلك. تمام. فاول اولويتنا ان العميل يخرج من عندك بدون اي يعني ايه ما يكونش زعلان حتى لو على حساب المنتج. فاحنا في ظهر طبعا التاجر. طبعا استاذ محمد يعرف عننا ان احنا طبعا عندنا خدمه ما بعد البيع الحمد لله رب العالمين، يعني مش تشكيرا، ان احنا دايما دايما معاه في اي حاجه عند العميل. انت مكاننا، يعني انت مكان الشركه، ما تستناش ان احنا في اول مرحله ما بعد البيع المستهلك خد الجهاز منه واقنعه بيه وتمام زي الفل. يعني بالسهوله ما تقنعنيشني بالسهوله دي، لاني انا شخصيا يعني تعاملت مع شركات اللي ببقى لسه شاري الجهاز ودفع دم قلبي ومبالغ وبتاع، بس احط الفيشه ما يشتغلش. لا والله هو ارجع اكلم التاجر يقول لي اتصلي بالشركه، ارجع اتصل بالشركه يقول لي طب انا هبعت لك حد يصين. طب انا شاريت جهاز جديد عشان اعمله صيانه؟ لا طبعا، واحنا ما نرضاش كده اصلا. فهو لو حاجه يعني بالسلاسه دي وبالسهوله دي بتعمله ده يعني؟ لا احنا بنعمل كل حضرتك. طبعا ولا في شروط؟ لا اقول لحضرتك على حاجه. هو النهارده المستهلك خد الجهاز، اشترى جهاز وراح البيت مثلا وما اشتغلش، سواء لو الاستاذ محمد محل مع، يعني احنا بنفرض عليه بنقول له استاذ محمد انت مكاننا، لو العميل محتاج انه يرجع جهاز وياخد واحد بداله اديله، ما فيهاش مشكله بالنسبه لنا. ايه المعيار في ده؟ يعني انا ممكن اجيب جهاز شغال عندي سنه وارجع اقول لك لا؟ امال ايه بقى؟ لا خلال فتره، لا لا لا، في اول 14 يوم تمام الجهاز فيه، سواء الاستاذ محمد حل مع المستهلك او احنا طبعا بنقول له انت مكاننا، يعني ما يعني العميل دايما على حق. احنا عندي دي مقوله احنا طول عمرنا بنشهد بيها ان العميل دايما على حق. يعني انا دلوقتي لو جبت جهاز من شركه بساب يا جماعه، عشان بس يعني تبقوا شاهدين على المدير مبيعات شركه بساب، لا يا فندم وانت لو عندك مشاكل برضو مع الشركه، لو انا جبت جهاز من شركه بساب النهارده ولقيت فيها اي مشكله وجيت ارجعها للشركه هتقبلها من غير شروط؟ هنقبلها من غير شروط، بس تكون راجعه باستلام الاستاذ محمد، انها راجعه زي ما دايما العميل استلمها بحالتها تمام زي الفل. وخلال الفتره اللي جهاز حمايه المستهلك قال عليها اللي هي 14 يوم. بدون ابداء اسباب، بدون ابداء اي اسباب، بس لو في عيب من عيوب الصناعه معايا لحد 30 يوم. لا معانا لحد 30 يوم ونستبدله بدون اي حاجه. الكلام ده بيحصل استاذ محمد ولا؟ لا بيحصل يعني، بيحصل طبعا. في شركات بتحصل معاها وفي شركات بتبقى ليها اشتراطات خاصه او ليها حاجات خاصه تانية غير كده. بس هو بالنسبه لشركه بساب بصراحه يعني هم يعني هم المقوله دايما اللي يقولوها لنا يعني، او في الاجتماعات دايما اللي تبقى معاهم بيقولوا لنا انت مكاننا في السوق، يعني انت الواجهه بتاعتنا مع المستهلك. فانت لو في اي حاجه انت شايفها حتى يعني انت خد القرار. هم يعني برضه بتميزهم ان هم يعني بيخلوا التاجر ياخد القرار مع المستهلك على طول.
طيب انا كمستهلك تمام ايه اللي يضمن لي وانا بشتري الجهاز ان المواصفات اللي التاجر بيقول لي عليها هي الموجوده في الجهاز فعلا؟ من ناحيه ايه؟ استهلاك الطاقه، فتره الضمان، في اجهزه مثلا بتعمل صوت، في اجهزه صوت عالي، في اجهزه ما بتعملش، في ثلاجات بتبرد بس، في ثلاجات بتبرد تلج. يعني انا درست تاجر قال لي مواصفات، انا دخلت شغلت الجهاز ما لقيتش حاجه من اللي هو قالها، غشني بالعرض. اثبتها ازاي دي؟ او اتعامل ازاي مع التاجر ده؟ بصي يا فندم، هو عامه حضرتك لما بتيجي تشتري منتج في ثلاث حاجات بيبقوا موجودين مع المنتج نفسه، يعني مثلا كمثلا ثلاجه. في ثلاث حاجات موجودين مع المنتج، اول حاجه شهاده الضمان اللي مكتوب عليها مده الضمان والشروط اللي هي الضمان بيتقبل فيها، دي اللي هي بتبقى جوه المنتج نفسه. المنتج. جوه المنتج نفسه. وطبيعي ان التاجر بيفحص المنتج للعميل وبياخد شهاده الضمان دي، بيختمها وبيترخ الضمان. فالعميل طبعا بيطلع على شهاده الضمان. لازم تبقى هو الضمان بيبتدي من تاريخ ما الشراء والتاريخ اللي حضرتك بتحطه بتترخ الفاتوره، مظبوط، ولا من تاريخ ما بفعل مع الشركه؟ لان المفروض اتصل بالشركه تيجي تركب لي مثلا البوتاجاز او السخان او كده، من امتى؟ ما هقول لحضرتك، هو في دلوقتي بالنسبه للضمان هو بيسري المنتج اللي هو مش محتاج الشركه تركبه، يعني كبه مثلا، خلاط، المنتج ده مش محتاج ان الشركه تركبه، مش محتاج الشركه في حاجه، فالضمان بتاعه بيسري من تاريخ تتريخي انا للضمان، الشراء، من تاريخ الشراء. تمام. في بقى حاجه تانية مثلا زي السخان، زي الغساله، زي البوتاجاز، الحاجات دي لازم الشركه اللي تيجي تركبها، علشان الشركه هي اللي بتضمن طبعا التركيب نفسه، وفي نفس الوقت الشركه هي اللي بتترخ الضمان للعميل. طب انا ممكن اشتري الجهاز واركنه شويه بعد كده ارجع اتصل بالشركه واقول لها تعالي؟ مفيش مشكله، من تاريخ التركيب. من تاريخ التركيب. طب الفتره السابقه على التركيب، من الشراء للتركيب، الفتره دي تحسب ايه؟ لو الجهاز فيه عطل او حاجه يعني تحسب ازاي؟ مش المفروض الفاتوره مرتبطه بتفعيل الضمان؟ الفاتوره مرتبطه بتفعيل الضمان. طيب انا اشتريت النهارده وكمان سنه اتصلت بالشركه وقلت لها تعالي ركبي لي الغاز، هتيجي تركبه عادي جدا. طب في الفتره دي انا مش شغلتوش، جيت شغلته دلوقتي لقيته في مشكله. لا مفيش مشكله. الضمان يحسب من امتى؟ يعني انا لقيت الجهاز فيه مشكله، انا عندي من تاريخ التركيب مثلا، من تاريخ التركيب مش من تاريخ الفاتوره. لا من تاريخ التركيب، يعني سنه العادي دي كلها كانه هو عندك انت ما تحسبش عليا انا كمستهلك. لا من تاريخ التركيب ده، في الحاجات اللي هي لازم تركب عن طريق الشركه، الحاجات اللي هي بتتجرب عند العميل من تاريخ الشراء. طيب نرجع للاستاذ محمد الامير، حضرتك بتقول المنتجات بتاعت الشركه كلها مصريه 100%، يعني تصنيع وتجميع؟ تمام. ولا احنا بنجمع بس لا المكونات؟ في مكونات مستورده وفي اجزاء كتير جدا. احنا منتجنا مثلا 60% منتج محلي. طب خدمه بقى ما بعد البيع؟ تمام. خلاص احنا اشترينا وخلاص، يعني المعامله بقت مع الشركه بقى والصيانه فهل انا لو اتصلت مثلا بخدمه العملاء وقالوا لي لا والله قطعه الغيار دي مش عندي، المفروض ان انا اعمل ايه؟ اقول لحضرتك على حاجه، هو ده بقى اللي احنا بنوجه الناس، اشتري المنتج المصري. ليه؟ اولا ليه مصنع؟ بدل الشركه لها فروع في مصر وشغاله وقائمه، اكيد 100%، حتى لو بعد انتهاء فتره الضمان انا كفيل ان انا اوفر لحضرتك قطعه الغيار. هلاقي قطع الغيار حتى موجوده بقى. موجوده، لان انا سوق مصري وانا مصانعي موجوده وقطع الغيار موجوده في مخازن. بقول انا بطلت اصنع الحته دي او الجهاز ده او الحاجه دي من 10 سنين او من 15، فما عنديش. لا، في مراكز الخدمه حتى لو الصيانه على حساب العميل، في مراكز الخدمه عندنا لازم نوفر له قطعه الغيار. يعني حضرتك تنصح دلوقتي المستهلك وهو بيشتري الافضل ناخد المنتج المصري علشان هلاقي له قطعه غيار حتى لو بعد الضمان ما خلص؟ اصل احنا كلنا بنشتغل في سلعه معمره. يعني انا مش مشتري جهاز عشان يقعد سنه وبعد كده خلاص، لا ده انا بشتري ثلاجه تقعد معايا، فحتى يعني سيب فتره ضمان 5 سنين 10 سنين، بعدها لا قدر لو حصل اي حاجه لا في شركه ترجع لها. وهو ده الفرق ما بين المستورد والمصري. المستورد ده طبعا احنا طبعا ما بناخدش في المستورد، لكن هو ليه رواج وليه سوق، يعني هو ليه سوق، مش هينكر ده، ولكن يعني المنتج المصري افضل. انت يا حاج بتقول انت بقالكوا كام سنه النهارده بتصدروا المنتج المصري بره؟ طب ما احنا اولى. اولا المنتج المستورد بتحملني تكاليف عاليه،
الجهاز بيجي مش بلاقي له ولا صيانه ولا قطعه غيار. تمام. طب ما احنا اولى. هو احنا علشان كده والجوده كمان والجوده يعني هات لي جوده في جوده المنتج المصري وفي الايد المصري. احنا بنسافر بره بنسوي الهوايل، احنا بنعمل معجزات، ولكن يعني هنا في مصر بستغرب بصراحه. انا اولى بالمنتج بتاعي، انا اولى بالايد العامله بتاعتي. تمام. فلا يعني افضل ان انت يعني تنتج وتديني انا كشعب مصري انا استفيد بالخدمه بتاعت حضرتك. تمام. احنا خلاص احنا الحمد لله ضعفنا الانتاج. طبعا احنا الفتره الاولى من شغلنا كان 80% من انتاجنا تصدير، لكن حاليا الحمد لله في ضعفنا الانتاج 3 أضعاف. الحمد لله السوق المصري طبعا سوق واعد لاي شركه سواء جديده او قديمه في المجال. لا يعني ان شاء الله بمشيئة الرحمن في انتشار، وفي عندنا مثلا على احنا كشركه 500 موزع على مستوى مصر. تمام. خدمه ما بعد البيع بالنسبه لنا رقم واحد، موزع معتمد. رقم واحد خدمه ما بعد البيع، لان خدمه ما بعد البيع نجاح اي شركه. طب الشركات الوهميه بقى ايه رايك فيها؟ شركات الصيانه الوهميه دي اعلانات بالملايين. تمام. وارقام وهميه. تمام. وبيقول ان هو ممكن يكون وكيل لحضرتك او هو الشركه نفسها او مركز صيانه لحضرتك وهو لا يمت للشركه بصله. تمام. بتعملوا ايه بقى في القصه دي؟ هي دي بقى المشكله اللي بتقابل معظم شركات مصر مراكز الخدمه الوهميه. علشان كده احنا دايما بنوعي العميل في خط ساخن لمعظم الشركات، يعني مش يعني معظم الشركات عامله خط ساخن، وانت بتشتري تاكد ان الخط الساخن ده فعلا ملك الشركه بمكالمه. اتاكد ازاي؟ ما حضرتك لو دخل على الاونلاين شهاده الضمان. شهاده الضمان مكتوب على ايه والكرتونه مكتوب عليها. يعني انا لو طبقت دلوقتي الخط الساخن اللي على شهاده الضمان واللي على الكرتونه او الجهاز بالرقم بتاعكم خلاص هو ده بالظبط، ما بيتغيرش. بالظبط ما بيتغيرش. ما فيش بقى ارقام ارضي، ما فيش موبايلات، ما فيش يعني عندنا خدمه موبايل، عندنا واتساب. طبعا دي خدمه الحمد لله عاملينها، حتى لو العميل عنده شكوى بيعملها، حتى لو بعد فتره، في طبعا الصيانه لها مواعيد عمل، حتى بعد انتهاء فتره العمل بيعمل البلاغ ويبعته على الواتساب. طبعا احنا منزلين الحاجات دي، مكتوب كل ده، كل البيانات دي. طب هو في شهاده الضمان، في عنوان لمركز الصيانه؟ متحدد. طبعا في مراكز حضرتك بتتصل فبيقول لك هبعت لك فني والفني يجي يفحص ويقول لك هاخد الجهاز عندي، بس انت ما بتبقاش عارف مركز الصيانه ده فين. لا ما حضرتك هو ده بقى الفرق. هو ده الفرق بقى. هو ده الفرق. انا حابه يعني حابه برضو ااكد ان لا ده انا عندي مركز صيانه معروف ومعلوم. تمام. لدى الكفه. تمام. كمان عندي خط ساخن ما ينفعش ان هو يتغير. لا مش هيتغير لحد. فمن يعني الافضل ان هو يعني نلغي بقى موضوع الارقام الارضي ونلغي الموبايلات اللي هم قدروا يتلاعبوا فيها، بس لحد دلوقتي ما عرفوش يتلاعبوا في الخط في الخط الساخن. طبعا لا في تلاعب، في تلاعب بس، لكن بقول لحضرتك لا، لما بنشتري الجهاز بنتاكد، بنشوف اصلا على مكتوب على الكرتونه نفسها، يعني زي في شركه عندنا مثلا 16898 في اي وقت اتصل في كول سنتر ناس مدربه فنيا جدا انها ترد للعميل في وتوجهه صح. حتى يعني في احيانا بيحصل ان عميل اشترى مثلا سخان. تمام. وركبه، حصل بعد كده مثلا الميه ظروف مثلا حاجه فنيه، ممكن يرجع لخدمه ما بعد البيع بالتليفون، كل حاجه بتتحل. يعني بيرشدوا بيقولوا تعمل ايه وانت على التليفون لو المشكله يعني بسيطه ممكن بسيطه بيحلها هو بالتليفون. هو في ناس فن موظفين مدربين ومؤهلين للحاجات دي. طيب استاذ محمد، يعني عميل اشترى من عندك منتج وخلاص هي راكبه معاه ان هو مسؤوليتك انت بتاعك انت، انا مش دعوه بالشركه، انا ما اعرفش الشركه، انا جيت اشتريت من التاجر وما اعرفش حد غير التاجر، وهو يعني ممكن تكون المشكله نفسها ما تخصش حضرتك في حاجه. تمام. او ممكن تكون يعني هنحملها للشركه لو هو عيب من عيوب الصناعه. حضرتك بتتصرف في النقطه دي ازاي من غير ما يكون المنتج سواء بساب او غيرها، يعني اي شركه ثانيه مش محتاجين نقول اسامي. حضرتك المفروض بتتصرف كتاجر بقى ازاي مع المستهلك؟ هل بتقبل ان انت تعمل استرجاع ولا بتقول اتصل زي ما اغلب التجار بيقولوا اتصل بالشركه او بخدمه العملاء
عشان انا تاجر بس. حضرتك تعمل ايه؟ طيب ده من بعد ال 30 يوم صح؟ لا انا روحت على طول لقيت الجهاز فيه مشكله، جيت لك قلت لك جهازك هو اللي استخدمه منك دلوقتي حالا، انا مش دعوه بالشركه، ما تقوليش اتصلي بالشركه. في خلال ال 30 يوم هقبله مباشره. يا اما اديله منتج تاني يا اما اديله فلوس. في خلال ال 30 يوم. تمام. بعد ال 30 يوم لا انا لازم طبعا ارجع للشركه الاول ابلغ. في بعض شركات بتبقى مدياني الصلاحيه ان انا اتعامل على طول مع المستهلك. زي مثلا كمثال شركه بساد. في شركات تانية بيقولوا لي لا احنا لازم احنا اللي نروح للعميل نشوف مشكله المنتج ايه. طب حضرتك اخذت الجهاز؟ خلاص هو بالفعل انت استلمته ورضيت العميل. تمام. والشركه رفضت تاخده. قالت لك لا انت الجهاز دي في حالته ده ما كانش يرجع مرتجع. حضرتك كده بتبقى موقفك ايه؟ انت رمانه الميزان ما بين المنتج والمستهلك. فاعتقد ان حضرتك اكتر ضرر بيقع عليك من الناحيتين في حاله نقول واحد فيهم عن التزاماته. بتحكمها ازاي؟ هل العلاقه في علاقه تعاقديه ما بينك وما بين المنتج ما بين المستهلك تضمن لك حقوق دي؟ ولا خلاص انا كده اتورطت انا اخدت الجهاز اللي باظ ده و انا برضو انا لازم اقبل المنتج في خلال الفتره بتاعته. وبعد الفتره في شركه بتبقى ينفع انها هتاخد مني المرتجع وفي شركه مش هتاخد مني المرتجع. فالشركه اللي مش هتاخد مني المرتجع لا هي المفروض ان المسؤوليه القانونيه بتبقى بينها وما بين المستهلك، لان انا فتره 30 يوم بعد كده في شهاده ضمان دي بتضمن المنتج ما بين المستهلك والمنتج مباشره. احنا هنتكلم بقى نقف لحد المسؤوليه القانونيه، وللاسف هو الوقت خلص، بس نوعد الساده المشاهدين الاسبوع الجاي ان شاء الله ساعه كامله على الهواء في الموضوع ده بس. تمام. بحضور ضيوف استاذ محمد عبد الغني صاحب ومدير شركه الامل، والاستاذ محمد الامير مدير مبيعات شركه بساد. وعلى وعد باذن الله الاسبوع الجاي ساعه كامله من 2 ل 3 يا جماعه، اوعوا تروح في اي حته بقى عشان الموضوع دوت بيهم كل الناس. كل الناس بتشتري الاجهزه وبتتورط فيها مش عارفه اعمل ايه ومش عارفه اروح فين. بنشكركم وبنشكر الضيوف الكرام ونشكر الساده المشاهدين، وعلى وعد ان شاء الله الاسبوع الجاي.